السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بالجميلات والحلوات. كي دايرين؟ لاباس عليكم واحوالكم واجواءكم؟ ان شاء الله يا ربي نجمعوا كل شيء وتكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مع اختكم انتصار، فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله باذن الله. الوليدات الحمد لله مشاو للمدرسه وانا عندي مشاغل ان شاء الله غادي نخرج نقضيهم، ولكن قبل ذلك قلت ما ناخرش زعما هاد الجليسه هذه حتى العشيه، ربما نتشطن في العشيه، فقلت علاش لا قبل ما نخرج ان شاء الله نبارطاجي معكم واحد تغيير ولا واحد شنقول لك واحد الخطوه، خطوه جديده، بدايه جديده، مغامره حياه جديده ان شاء الله مع بدايه سنه جديده واللي هي 2023. هاد 2022 صراحة أنا كل بداية سنة كنكون بادية بحد تفاؤل، بحد طاقة زوينة، بحد الليستة أنني بغيت ندير هادي وبغيت ندير هادي وبغيت نبدل فيا هادي وبغيت إن شاء الله نخدم على هادي في راسي. يعني كنظن بزاف منا هكاك إلا القليل اللي ما كتسوقوش. فإن شاء الله كل بداية سنة كنبغيو هكا كما نقولوا الأغلاط اللي درنا في العام اللي فات ما كنبغيوش نعاودوهم، كنبغيو نكونوا محسن. فانا في هذا كما قلت لكم هذا 2022 نقدر نقول لكم من اكثر السنوات اللي غادي يخليو فيا واحد لاطراس كبيره 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 في حياتي، لان كان فيها بزاف 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 الحوايج كما كانوا فيها حوايج زوينين ما غاديش نذكروا، الحمد لله ولله الشكر، وعلى راسهم انه ربي كتب لي زياره المقام مكة والمدينة، ودرت العمرة ديالي اللي هذه ما كانتش من الحوايج اللي انا كنت كنديرهم في ليستة 2022، من الحوايج اللي اتجاو ربي قسم لي نكون من الناس اللي زوروا هذا المقام، هذا الله يرحمكم من زيارته. فكنت متمنية فيها بزاف الحوايج، للاسف كانوا بزاف الحوايج صعاب قاصحين ما غاديش نخبيهم، كانت عليا على نفسيتي بزاف بزاف فوق ما تصوروا، على تغييرات كبيره كانوا في حياتي، على ضربات قاصحين كانوا في حياتي، المهم من شتى الانواع الحمد لله. على كل حال كما نقولوا الضربه اللي ما كيقولوا تقتل كتقوي كتقصح، كل طيحه كما كنقول لكم دائما انا شعاري فاش طيحوا ما تستحلاوش الطيحه، لا كاين اللي كطيح وصافي وكيعجبها الحال وكتحس براسها صافي الحياه وقفات، لا كل طيحه اش كنديروا كنبقاو نوقفوا كنعاودوا نوقفوا على رجلينا ونكملوا الحياه وتستمر، حتى حاجه ما كتوقف عليها الحياه. مادام ربي باقي عطينا صحتنا وعطينا الروح باقا كتطلع وتنزل فينا وباقي كنصنشقوا الاكسجين، يعني راه باقي الامال في الحياه، حتى حاجه الحياه ما كتوقف على حتى شي حاجه. فكما قلت لكم هاد السنه هذه كانت قاصحه الحمد لله، كانوا فيها دروس، كانوا فيها تجربه، كانوا فيها بزاف الامور، وان شاء الله مع بدايه السنه ديال 2023 غادي تكون كما قلت لكم انا كنسميها بدايه جديده ومغامره جديده، لانه ان شاء الله في هذه الدار هذه باقي غادي تشوفوني فيها على رؤوس الاصابع ان شاء الله. فتقريبا مع نهايه هذه السنه وهذا الشهر اللي حنا فيه اللي هو ديسمبر، ومع بدايه سنه جديده ديال 2023 الى طور ربي في العمر ولحقنا ليها، غادي توليو تشوفوني ان شاء الله في مكان جديد، في دار جديده، غادي يكونوا بدايه جداد، غادي نخدم على راسي اكثر، غادي نبدل من راسي اكثر، وغادي نحاول نطور راسي اكثر، وغادي نحاول نتقوى اكثر، وغادي نحاول نصبح انسانه متفائله وطموحه اكثر. يعني اي حاجه ايجابيه غادي نحاول نخدم فيها على راسي، ما غادي نخلي حتى حاجه تطيحني، ما غادي نخلي حتى حاجه تكسرني، ما غادي يعني غادي نكون واحد الانسانه ان شاء الله الا ربي عطاني الجهد، انا دائما كنوكل امري لله، غادي نكون ان شاء الله احسن اكيد. انا عاوتاني واحد الشعار اللي غادي توليو تسمعوا مني دائما ان شاء الله، ونبغيكم حتى نتوما تامنوا به، واللي هو ان القادم اجمل، في حياتنا دائما القادم اجمل، بعد الصبر ياتي الفرج، بعد الظلام ياتي النور، دائما هذه الكلمات بحال هكا ربما كنا كنعرفوهم، ولكن منين كنتكسروا ولا منين كندوزوا من مراحل مظلمين في حياتنا وكتسود الحياه في عينينا وكيتسدوا علينا البيبان كنساهم، لا ما عمركم تنساوهم. كاينين شي حوايج دائما نقولوا انه ربي مثلا ما كتبهمش لينا، راه ماشي دائما شر لينا، لا راه ربما كاين الخير موراهم، ماشي دائما هذاك الشيء اللي كنبغيوه راه هو اللي مزيان لينا، ربما ربي راه
كادرى بتدبير الامور الحياه ديالنا. يعني المهم هاد شنو نقول لك، هذا الموضوع طويل وفيه شلام يتقال، ولكن اكيد اهم حاجه ان هي الطاقه الايجابيه هي دائما تكون شعار حياتكم ان شاء الله باذن الله. غادي ندوزو للاساسي كما قلت لكم، ان شاء الله هاد الدار هادي كما كذبوا عليكم واحد اخر شي ناس، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، فيما كطيح لي هاد القضيه في راسي كنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، والله ياخذ الحق في كل ظالم، وكل واحد كيبغي ياكل وينهش في الحم غيره. هاد الدار ما غاديش تباع، هاد الدار ما غاديش تكرى، هاد الدار ما غادي تباع ولا تشرى. حاليا راها غادي تبقى في بلاصتها، ما غادي يوقع فيها حتى شي تغيير، ربما في السنوات القادمه الله اعلم. مي هاد الدار هادي راه كاينه، انا ان شاء الله اللي غادي تشولي وتشوفوني في دار اخرى، حياه اخرى ان شاء الله باذن الله. والناس اللي كذبوني حسبي الله ونعم الوكيل، بزاف بزاف ظلموني بزاف فوق ما تصوروا. راه واخا نشرح لكم تنشرح لكم، خصوصا ملي الواحد كيكون ديجا كيدوز من ايام مقهور فيهم، وناس اخرين كيزيدوا يبغيو يكملوا عليهم، فربي اللي كيحاسب كل واحد على قد نيته وعلى قد فعله وعلى قد قلبه. فالخلاصه الناس اللي كانوا كيقولوا لك انت صار كتقلب على البوز، انت صار دايره فيلم في هاد الشهور الاخيره، ما عاد كل كي اول بسميتو بغات تطلع المشاهده وبغات تطلع شي، كنقولها وكنعاودها يا معمرني، واخا يدخلوا لي هاد الفيديوهات الملايين عمرني ما غادي نقلب لا على البوز، ولي انا هو ضده، وعمري ما امنت بشي حاجه سميتها البوز، ولا نحاول ندير فيديوهات على ظهر حياتي الشخصيه، وكنقولها وكنعاودها عمر اسراري ما غادي تنطقوا، هاد لساني تقطع قبل ما يخرجوا اسراري الشخصيه والعائليه في هاد اليوتيوب. هادشي اللي كاين، هادشي اللي نقدر نقول لكم. فهذا خير جواب الناس اللي كانوا كيقول لك كتقلب على البوز وكدير كتخلق افلام وهذا باش تطلع المشاهده. فالفيديوهات الجايين غادي يكونوا خير دليل انا، والحمد لله ما انا حياتي الشخصيه ما كتباع ما كتشرى، واغلى اغلى من الفلوس. فهادشي اللي كاين البنات، مهم ان شاء الله من كل قلبي كنتمنى هاد السنه هادي الجديده تكون احسن من اللي 2022، كل امال في الله انها تكون احسن. وان شاء الله مازال غادي ندير معكم جلسه اخرى ان شاء الله في اخر اواخر هاد الشهر هذا، اللي غادي تكون ان شاء الله فريمون جلسه، واش من جلسه غادي نهضروا فيها بزاف، وغادي نشجعوا فيها بعضياتنا بزاف ان شاء الله ربي، زعما نحاول نحسنوا من حياتنا ونحسنوا من عاداتنا ونحسنوا من شخصيتنا ومن المهم بزاف الامور ان شاء الله. ما نسبقوش كما كنقول لكم، الواحد عمره ما يسبق الاحداث. فيديو الجاي ربما، الفيديو الجاي ان شاء الله انا ديجا بديت كنقلب على ديور، شفت بزاف شي حوايج، شي وحدين قنعوني شي وحدين ما عجبونيش، شي حوايج شي وحدين لقيتهم بعاد، شي حوايج شي وحدين السوق ديال العقار طالع بحد الشكل ولا في الخيال هنايا في كندا، خصوصا من بعد كورونا، لا من ناحيه الايجار ولا من ناحيه الشراء، يعني اثمنه ولا في الخيال. فانا ما غاديش نحاول نقصح راسي، غادي نمشي بشي حاجه اللي غادي تقنعني وشي حاجه اللي غادي نقد بها. كما قلت لكم ديجا انايا هادشي راه كنقلب وكنشوف، وان شاء الله درت صلاه الاستخاره ديالي على واحد الدار الى ربي كانت فيها خير ليا وعتبات خير ان شاء الله كبدايه، ماشي غادي نقول لكم مهم، ماشي زعما كنشوفها ان هي اللي غادي نكمل فيها بقيه السنوات الطويله، لا كخطوه بدايه جديده نحط فيها رجلي، ومن بعد ان شاء الله غادي كل جاي احسن. فمهم انا ان شاء الله غادي نشارك معكم كل شيء، هادشي هذا العتبه الجديده والرحيل الناري فيما كنتفكروش على راسي كيوقف ما كنلهلك ليا صحتي قد هذا الرحيل هذا، كنحاول نتكيس على صحتي كيجي الرحيل كيضرب ليا كلشي في الزيرو مي الحمد لله على كل حال. المهم البنات لبست جاكيتي وخرجت، توكلت على الله نمشي نقضي شغالاتي ونقضي مسائلي وخدمتي. اول حاجه دزت البوسطه، مشيت صيفط لكم الكوليات ديالكم الله يوصلهم لكم بخير وعلى خير، وشكرا دائما على ثقتكم في المنتوجات ديالي. وبمناسبه البنات اللي كيسولوا على انتصار بوتيك في مشا، الموقع ديالك بزاف بغينا ندوزوا لي كوموند ما بقيناش كنلقاو، ربما ما شفتوش فيديوهات اللي كنت درت لكم في اكتوبر انه غادي نوقفوا، يعني صافي سديتو، دابا وليت كنخدم فقط على الانستغرام اللي هو انتصار بوتيك
الاوتوماتيك غادي نخلي لكم مكتوب هنايا، يعني جميع الطلبيات ديالكم كناخذهم على الانستغرام تيسر بوتيك، وهذيك الساعه اللي عجبكم كتصيفطوه ليا وكندير لكم انايا الشحن. المهم الا بغيتوا تشوفوا يعني تبارك الله ما شاء الله مازال غادي يكون جديد، وغادي نخدم لكم على داكشي زوين جاي ان شاء الله في الايام الجايه، وخصوصا في رمضان والعيد مازال غادي يكون تنوع وغادي يكونوا دي زارتيكل فني. فقط بغيتوا تتبعوا الجديد دائما سيروا غير انتصار.بوتيك، وكنخلي لكم الرابط في اول تعليق ان شاء الله. وكما العاده كنقول لكم قرعتكم تلمى تكون معكم في كل زمان ومكان. ما تنساوش البنات رغم البرد القارس ولكن الماء ما خصوش يتنسى، الماء ما دارش غير الصيف وفاش يكون الصهد وكنلكحوا، لا دار لجميع الفصول. غادي نجيو دابا نديرو واحد الوقفة قبل ما نكملو المشوار ديالنا فين ليسونس ليسونس الطوموبيل هادي بعدا إلا ما سمعت ليها معدا فين تنعس الطوموبيل هادي بعدا كو 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 كلش كدير ليا ليسونس. أنا كتشربو كتر ما كنشرب أنا الماء، كتاكل 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 كتر من القياس. الحمد لله بعدا ليسونس مبقاش طالعة ديك الطلعة الصاروخ هي اللي كان فيها في الصيف. دابا صباح اليوم 144.9 قولوا تقريبا شحال شي 13 درهم بحال هكا 13 12 شي حاجه بحال هكا. دابا نوصل لكم شي روايح. المهم بديت لكم اليوم من روايح يا جميلات مع احلى جميلات، شوفوا فقط للجميلات، وقولوا انت صرا ما كتهلاش فيكم ها نتوما تعطروني مع راسكم تعطرني انت انا معاكم. المهم انتم اللي عزيز عليها عود موت هي نعطروها الله اكبر. هاتي ديك انتصار كتجي كتقاد كتعورها ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل، بلاتي اختي نعطركم بعود موت هو من العطور العود اللي كيعجبوني. المهم مرحبا بكم معايا في المكان روايح وغزالين في هذا المحل جيت ليه ان شاء الله باش غادي تكتشفوا معايا، وماشي غادي يكون لاباس الروايح لا لا لا، اهم واكثر حاجه كيقلبوا عليها الامهات وكيهزوا لها الهم في الغربه واللي هي شنو هي، هي الوليدات. الوليدات باش تكبريهم في المهجر على العقيده ديالنا وعلى الدين ديالنا وعلى القيم والاخلاق ديال المسلم والمسلمه الصحيحه كيبقى هم كبير على كتافنا وفي قلبنا وفي كل شيء. فهكاك علاش شحال هذه وانا صراحه كنقلب على شي بلاصه اللي تعاونني وتسهل عليا مع وليداتي، لانهم تبارك الله محدهم كيكبروا المسؤوليه كتكبر الفضول كيكبر الاسئله كيكثروا، خصوصا ملي كيوليو كيتعاشروا مع الوليدات في المدرسه يبداو يقول لك علاش هذه وعلاش حنايا وعلاش خاصنا حنا نصليو وعلاش خاصنا نصومو ويبداو يسولوك شي اسئله اللي ما كتعرفي لهم باش تجاوبيهم، كتولي كتباني صغيره حداهم. فاليوم جيت لواحد المحل اللي اش غادي نقول لكم اكتشاف واعر واعر بزاف، ما غاديش يكون غير ليا غادي يكون حتى للبنات اللي ماشي غير في مونريال انما في كندا وامريكا واوروبا، لانه كيقربها وكيسهلها كيدير لا ليفغيزون بارتو في العالم. المهم كما قلت لكم الهم ديالي دابا هو اللي بغات تعطر راه كاين لي بارفان، مي غادي نديكم البلاصه اللي ان شاء الله غادي تكونوا كتقلبوا على بزاف من هاد لي برودوي اللي غادي نبارطاجي معكم. بعدا غادي نبدا لكم بهاد السيكسيون هادي هكا اللي كيقلبوا على دي طابلو بحال هكا باسماء الله الحسنى ولا ايات قرانيه ولا هكا ديال محمد رسول الله. المهم عندهم هكا بلوزيغ طابلو هكا اشكال وانواع، كاين هذا شو تبارك الله ما شاء الله هكا اللي كيبغيوهم هكا دي كادو، اللي كيبغيوهم هكا لصالوناتهم وكليساتهم المغربيه بحال هادي تاهي شحال زوينه باسماء الله الحسنى. وهادي بريحت بريحت العمره اللي كانوا كيقول لي زمزم زمزم ها انتم تبارك الله ما شاء الله، راه هاد البوتيك هذا كيجيبو حتى ماء زمزم بحال هكا قريعات ديال ايترو، عندهم ميم بانوا ليا هذوك البوديزات الكبار ديال 5 ايترو. ميم هنايا هاد لابوتيك كما قلت لكم راه فيها بزاف الحويجات زوينين، غادي يبان لكم واحد لو باك هنايا اللي هزاه في ايدي واللي هو كيجي كباك كيجي كادو غزال كما كتشوفوا، فيه الصلاية فيه المصحف فيه هذا المسك الابيض وفيه مصحف لي بالفرنسيه والعربيه، خصوصا لوليداتكم مثلا ما كيقراوش العربيه ولا ما كيفهموهاش مزيان، فكاين هذا مصحف فوالا كامل. وعاد كاين هذا ديال رياض الصالحين، ماشي دابا ماشي كاين غير في هذا اللون ديسپونيبل، كاين في هذا اللون هذا تقدروا تلقاو في الوان اخرين في اللون الازرق الا كان مثلا كادو الوليد. باقين مستمرين ما شاء الله، شوفوا ليا ديكوفري ديال المصحف الكريم شحال زوينين، كاينين هكا بزاف ديال الشكيلات عندهم، غادي نوريكم هكا اللوينات. ميم هادو حامل المصحف هكا كتقدري ديري فيه المصحف، كاين هذا العود شوفوا لا كوليكسيون ديال اللوينات، هذا شو كيحمق على شكل ديال الكعبه في النوار، ميم المصحف ديالو في النوار
هذا غزال ما شاء الله. وغادي نوريكم واحد المصاحف هادو كاينين في الوان بزاف بحال هذا لو نوبل كوران، هذا البنات حتى هو ترادوي كاين فرونسي اغاب، وكاين هذا زوين هذا خصوصا اللي ما كيعرفوش يهضروا يقراوا ولا يديروا العربيه كيقدروا فيه الفونيتيك، يعني اغاب فرونسي فونيتيك، فونيتيك هو كيقدروا يقراوا الايات اللي بالعربيه بلا لتر فرنسيه. هنا اللي كيقلبوا على مصاحف هكا اللي حجم ديالهم كبير، راه كاين عندهم مصاحف هكا قياسهم كبارين. المهم غادي نوريكم هنايا واحد الجوله مثلا اللي كيباغي المصاحف باللغه العربيه، راه كاينين اشكال والوان. المهم كاينين البنات مصحف بالاسبانيه، كاين مصاحف بالانجليزيه، هادو مصاحف فرنسيه عربيه، كاين مثلا مصاحف بقواعد التجويد هما كيديروهم، مصاحف مثلا بالتفسير. غادي نوريكم ميم هذا مصحف هانتوما بالقواعد ديال التجويد، هانتوما كيفاش داير تبارك الله، يعني كما قلت لكم اي حاجه كتقلبوا عليها لاقين صعوبه تلقاوها راه غادي تلقاوها ان شاء الله في البوتي. هنا غادي تشوفوني مورا واحد المكتبه اللي اكيد بزاف الامهات كيقلبوا على شي بلاصه اللي لقاو فيها بحال هذا النوع هذا تاع التنوع في الكتب اللي مبسطين بحال الشكل كبير، وكاين اللغه العربيه كاين اللغه الفرنسيه واللي هما ديال الوليدات واللي غادي يقربوا بصوره اكبر لديننا الاسلامي، الوليدات مثلا قصص الرسل وقصص الانبياء، وخصوصا واحد الكتاب اللي فريمون اثيرني بزاف راه غادي نبارطاجيه معكم من بعد ان شاء الله، واللي هو اللي كيجاوب على اكثر من 100 سؤال اللي كيطرحوه ديال الوليدات، واللي هو شكون هو الله، علاش خاصنا نصليو، علاش خاص غادي نموتوا واحد النهار، علاش مثلا صحابنا في المدرسه عندهم دين ماشي بحال ديننا، بحال هاد الاسئله هذه اللي بارفوا ما كيلقاوش ليها الاباء جواب مقنع، وكيبقاو غير كيدخلوا يخرجوا في الهضره ما كيعرفوش كيفاش يجيبوا وليداتهم لا يقنعوهم. المهم اول حاجه بالنسبه للبوتيك ديال التقوى كيدير لا ليفريزون بارتو، كندا امريكا اوروبا في ما كنتو في العالم كيدير لا ليفريزون، ميم مؤخرا دايرين دي باك واعرين اللي بحال مثلا لو بروميير باك كاين هاد لا فوا دو بيتي ميزولمون، هذا الكتاب هذا بالضبط غزال، هذا ما يمكنش شي ام يكونش عندها في دارها، وانا شخصيا اول كتاب انا اثيراني. كاين هذا مثلا كيوريهم الاركان الاسلام، كيوريهم مثلا بالصور وكل شيء، كيوريهم الوضوء، كيوريهم الصلاه كيفاش يصليو، كيوريهم كل شيء، هذا الزكاه، اي حاجه الوليد غادي خصو يعرفها بالصور وبكل شيء فوالا. المهم هذا كتاب زوين عقلوا عليه، هذا غادي يكون على شكل باك. كاين هذا الكتاب هذا واللي هو 40 حديث و40 قصه، هادو فيهم القصص اللي عندهم مغزى زوين للوليدات كي كما نقولوا كتاب ياخذوا منهم الاخلاق المسلم الصحيح. كاين عاوتاني هذا الكتاب هذا واللي هو الله لا فوا اي موا، هذا ديال العقيده، هذا العقيده اي حاجه الاركان ديال اركان الاسلام وكاع لي كيسيون اللي قلت لكم، هذا من اروع الكتب. يمكن هنا عاوتاني واحد لو باك خصوصا اللي وليداتهم عندهم مشكله في اللغه العربيه، ولا كيسكنوا في مناطق ما كيكونش فيهم مدارس ولا مساجد اللي كيعاونهم ان وليداتهم يشدوا اللغه العربيه، كاين هذا لو باك هذا فيه الحروف فوالا، هذا زوين حتى هو حروف مع النطق مع الكتابه. شوفوا هذا الكتاب الاول، كاين هذا جو دو لالفابي اغاب، كاين هذا لعبه تا هو بالحروف بالالوان موضح اكثر، وعاد كاين الكتاب الثالث واللي هو هذا لالفابي اغاب فوالا، هذا خصوصا الوليدات اللي في عمر صغيره يعني كتبقاي تقريهم حرف بحرف، هذا تا هو باك زوين. كاين ميم البنات لي جو سوسيتي اللي تقدروا تلعبوهم اون فامي هكا كاسره، كيتجمعوا مثلا في الويكاند كيبغيو هكا جو دو سوسيتي، كاين هذا حتى هو زوين وكبير في بزاف ديال الكاردز هنايا، المهم مبغيتش انا نريب الحفله. المهم كاين هاد جو دو سوسيتي، وغادي ندوزو الباك الاخر، وهذا باك واعر بزاف، هذا كما كتشوفوا فيه خمسه ديال الكتب، كاين هذا فيه السيره النبويه كامله مكموله، هذا كتاب مخصص للرسول صلى الله عليه وسلم السيره النبويه كامله ديالو. غادي ندوزو الكتاب الثاني واللي هو لي بروفيت راكونتي او زونفون، هادو حتى هو فيه قصص كثيره ديال الانبياء والرسل. كاين الكتاب الثالث واللي هو لو كوران
اكسبلوري او زونفون، هذا فحال اللي فيه تفسير ديال القران وبهذوك الاخلاق والقيم اللي خاصهم يكونوا في كل مسلم ومسلمه، اللي من القران الكريم مفسر. هذا كيوريهم كاع دوك اركان الاسلام، من الصلاه، الزكاه، العمره، كيوريهم كل شيء الاخلاق ديال المسلم الصحيح. وعاد كاين هذا لي زانيمو دو كورون راكونتي او زونفون، هادو يعني مثلا دوك الحيوانات اللي كانوا مذكورين، يعني من القصص اللي يعني ماشي من القصص، يعني اللي مذكورين في القران الكريم والقصص ديالهم وعلاقتهم مثلا بالانبياء والرسل. وكاين هذا اللي هو لي كومبانيون دو بروفيت راكونتي او زونفون. المهم هذا لو باك هذا حتى هو غادي تلقاو بخمسه بهم، هما في لو سيت غادي تلقاو دي باك، هو تقدروا تشريو كتاب واحد بوحدو، كما انكم كتقدروا تشريو باك كيتقام ثمن مناسب اكثر من انكم تشريو كتاب واحد ولا جوج. حاولت انني ندير معكم جوله خفيفه ظريفه ما بازالش لم يتبارطاجا عندهم. تبارك الله ما شاء الله، كتجي هنايا كتلقاي داكشي غزال. واهم حاجه كما قلت لكم، بنات اللي في مونريال مثلا في سان ليونار، راه عندهم فرع ديالهم في سان ليونار، وهذا المحل هذا اللي جيت لي انا كاين في سان لوران، يعني البنات اللي في لاغيف نور لافال وما جواره راه كاين هذا المحل هذا في سان لوران. وان شاء الله غادي نخلي لكم لي زادريس ديالهم بجوج، ولكن اللي ما كاين لا هنا ولا هنا، كاينين بعادين ولا كما قلت لكم في شي منطقه بعيده في كندا ولا امريكا ولا اوروبا ولا فين ما كنتو، راه ان شاء الله غادي نخلي لكم غير الموقع ديالهم تقدروا تدخلوا ودوزوا دوزوا لا كوموند ديالكم تما. ورجعت للدار والكتيبات في يديا. المهم رجعت، هما اليزا واريستا هما جاوا، المهم غادي ندوزوا دابا. اليزا متحمسه تشوفي هذا الشيء؟ اليوم اين وحده غادي تقراي هنا؟ اسماعيل. اشنو اليزا منين قلت لك منين كنقولوا اسم ديال بروفيت ولا رسول اش كنقولوا من بعد؟ اش كتقولي؟ عليه السلام. عليه السلام، فيما كنقولوا اليزا نيم اوف بروفيت كنقول فور اكزامبل زكريا عليه السلام، ابراهيم عليه السلام، ياك؟ هذه وحده اخرى. شوفي هذا زوين بزاف، هذا بلاتي اليزا بحال كاينين دي زوتوكولون، بلاتي هذوك الاذكار اليزا. شوفوا هذو كما كتشوفوا فيهم مثلا بعض الصور القصيره كيكونوا مترجمين، شفتوهم كاينين بزاف تصور بحال صوره الفلق، صوره الناس، صوره بزاف. ها نتوما كاينين بزاف تصور. بطل الاخر اريز، اريز منين كنقولوا اريز اسميه ديال البروفيت اش كنقولوا من بعد؟ عليه السلام. عليه السلام، برافو اريس. هذه من الحويجات اللي ضروري كديروا لهم في بالهم باش كيبقاو عاقلين عليها. ورجعنا درنا ورجعنا الكوزينه باش غادي نختموها بالعشيوه والشهيوه ديال اليوم. الشهيوه اللي انا كنفرح منين كنعرف راسي مطيباها، اول حاجه لانها سهله ما كتضربيش فيها تماره، وثاني حاجه ان عارفه ولادي غادي ياكلوها ليا، لان بعض المرات كتقدر تلقاي راسك واقفه بساعه وساعتين في الكوزينه باش توجدي العشاء ولا الغداء، وفي الاخر ولادك كيبقاو يقول لك لا وما كناكلوهاش وما عديش معاها. المهم الروز هو من لا يعشقه، خصوصا اطباق الروز ديال اختكم انتصار. المهم درت الروز بطريفات صغارين ديال اللحم يبانوا لكم، مع بصيله حمراء معسله وزبيب. المهم العشوب، ماشي العشوب زعما الحبوب بحال القعقله والقرفه والهيل وداك الشيء كيجي واعر. حتى شي نهار هاد الطريقه ديال طريفه اللحم نشاركها معكم، وضروري كيعجبني انا هكا بمكسرات دسق لي شويه ديال اللوز. وني درت واحد العصير باناشي لذيذ، درت فيها البنات الفريز، كان عندي فريغو وبنان والليمون، ودرت فيه حتى الكوك. هتقولي او انت صرخشيتي الكوك؟ لا نوريكم، نوريكم باك. هذا هو الباكيج البنات، هذا كيتباع كونجلي يعني كتحتفظي به في المجمد. كتلقى بحال دابا هنا باش كيعجبوني كتلقاي هاد لي مورسو هادو لي فروي موجودين دائما يعني في كاع المحلات. بحال دابا عشاق الكوك كنلقاو الكوك، ها هو كيفاش كيجي البنات، طريفات صغير ورين كيجي زوين هكا سمودي، ولا تقدري تصايبي به حتى الايس كريم. المهم الفريغو كيصوني زعما سديني. وكيكون هذا هو الطبق، المهم كما كتشوفوا كيجي غزال زوين. الروز هكا ما كيجي لا معجل لا حتى شي حاجه، والعصير ديالنا هو هذا، حتى هو كيجي عصير منعش ولذيذ وبصحه وراحه. وبهذا الفيديو ديالنا غادي يكون وصل النهايه ديالو. كنتمنى هذا الفيديو هذا نقدر نمونطيه ونكملو نحطو النهار ولا الصباح اللي غادي تلعب فيه الماتش ديال المغرب مع فرنسا، السبوعه وصول الاطلس مع الديوك فرنسا
والسبع الجبو صراحة بيني وبينكم الفروج. إن شاء الله كلنا أمل، كلنا تفاؤل، كلنا إيجابية إن شاء الله. وشوفوا ديجا هذا المستوى هذا اللي وصلوا ليه ديجا راه إنجاز كبير وفوز كبير، ماشي غير المغاربة، لا للعرب اون جينيرال والقاره الافريقيه والامازيغ كلشي فخر لينا. وان شاء الله مازال ان شاء الله كما خلى مول الركله كيديروا غير النيه تضرب في البوطو تخرج ان شاء الله. منيه دائما في كاع الاحوال كيكونوا رابح رابح في جميع حالاته ان شاء الله. المهم انا عندي واحد الاحساس غادي تكون واحد الروح قتاليه ان شاء الله في هذا الماتش هذا، ونقدر نكون متفائله اكثر. مغرب رابح صافي، مغرب دايز الفينال، شي وحده متفائله قبل ما يوقع الحدث ان شاء الله. كنتمنى يا ربي ما نتحشمش الزق مسبقا الفرحه بليله، ما ان شاء الله كنا تفاؤل. المهم الا انا دابا في هذا الفيديو كما قلت لكم نسبقوا الاحداث، الا ربح رجعوا خليوا لي في التعاليق لان سيغمون غادي نحاول نحطو قبل من الماتش، والا كان شي حاجه ما هياش المهم ما شفتوني ما شفتكم لا اكيد شوفوا فخر لينا فخر لينا. واحد تبارك الله ما شاء الله المستوى هذا اللي وصلوا ليه راه ديجا ما شاء الله ما كناش كنحلموا به. الحمد لله كل التوفيق لهم وللمنتخب المغربي، وتهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. مع السلامه وبسات كبار ليكم.